مساء الخير. خلال عامين تذهب إسرائيل إلى الانتخابات للمرة الرابعة. إلى الآن لا فائز في هذه الانتخابات، وعلى الإسرائيليين أن يشعروا بالقلق، فالبلد ربما يذهب إلى انتخابات خامسة وليس لديه من يقترع له أقوى من بنيامين نتنياهو، أطول حاكم في وجود إسرائيل، والذي عاجز السياسيون والأحزاب عن هزيمته خلال الانتخابات الأخيرة. في المحصلة، فإن حزب الليكود بزعامة نتنياهو ومعه حركة شاس للمتدينين الشرقيين وحزب يهودو هاتورات للمتدينين الغربيين وحزب الصهيونية المتدينة يحصلون مجتمعين على 52 مقعدا فقط من مقاعد الكنيست، وعددها 120 مقعدا وفق آخر النتائج. في هذا التحالف تقول يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إنه مصيبة أيديولوجية. الليكود يصبح رهينة عصبة مناهضة للديمقراطية، عنصرية، كارهة للإنسان ومؤيدة للإرهاب. بينما حصل معسكر اليسار والوسط المناهض لنتنياهو على 61 مقعدا، إلا أن الخلافات بين مكونات هذا المعسكر تجعل فرضية تشكيله ائتلافا حكوميا مستبعدة. وفي ظل هذا التقارب في النتائج، يتحول حزب يمينة الذي يتزعمه فيتالي بينيت الحاصل على 7 مقاعد والقائمة الموحدة العربية الإسلامية الحاصلة على 5 مقاعد إلى لاعبين مهمين في تحديد هوية رئيس الوزراء المقبل. أيا يكن، فالمراقبون يجمعون على أن أي احتمالات لانتخابات خامسة فإن المستفيد منها وصاحب المصلحة فيها هو نفسه نتنياهو، حيث ستبقيه في الحكم من دون معارضة وسيحسن من قدرته على تجاوز مشاكله القضائية المتعلقة بالفساد وغيره، كل ذلك فقط لأن هذا الرجل يريد فرض نفسه على الجميع. ولكن دعكم من نتنياهو والانتخابات الإسرائيلية وواحة الديمقراطية وكل هذا الكلام. نتنياهو هو الأكثر عنصرية تجاه العرب، وله قول ساخر: السنة الآن يريدوننا والشيعة يريدوننا. وهناك من يقول إن بقاء نتنياهو في الحكم يعني بقاء بشار على رأس نظامه، والرجل لا يرغب بتهديد بشار الأسد، وقالها بكل صراحة: لا مشكلة لدينا مع نظام الأسد، فعلى مدى 40 عاما لم تطلق رصاصة واحدة من مرتفعات الجولان. وبشار ابن أبيه، ونذكركم بالتقرير الذي نشره موقع إلاف قبل أشهر قليلة، الذي يقول إن بشار طلب من إسرائيل العودة إلى الجامعة العربية وحمايته وتمويله لسد دين إيران، ثم يوقع معها اتفاق سلام. ومن سار على نهج أبيه فقد أمن أعداؤه وناموا في العسل. فما هي فرص نتنياهو بالفوز اليوم؟ هل سيبحث عن تحالفات ليشكل الحكومة؟ ومن سيتحالف معه؟ هل صحيح أن هناك اتصالات بينه وبين الحركة الإسلامية التي حققت اختراقا في هذه الانتخابات؟ ولكن ليس من مصلحته الذهاب إلى انتخابات خامسة والبقاء في الحكم إلى حين تلك الانتخابات، على أن يأتي بأصوات وتحالفات مع العرب ومع الإسلاميين منهم في سابقة لم تحدث منذ إنشاء دولة إسرائيل. والسؤال الأهم: هل يشكل فوز نتنياهو أملا جديدا لبشار الأسد؟ مرحبا بكم إلى تفاصيل. أرحب بضيوفي عبر سكايب من حيفا بالمحلل السياسي الإسرائيلي سيد يوآب شترن، بضيفي من القدس الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي سيد شالوم مونجانور، ورحب بضيفي من رام الله الأستاذ أنس عرقوب الصحفي والمختص بالشأن الإسرائيلي معنا عبر الهاتف، ومن إسطنبول بالمحلل السياسي السوري الأستاذ عمر كوش. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام إلى تفاصيل. أبدأ معك سيد يوآب شترن من حيفا، ما خيارات نتنياهو اليوم، خاصة أن هذه الانتخابات هي الرابعة من دون الفوز بمقاعد مطلقة في الكنيسة من أجل تشكيل أو تأليف حكومة برئاسة نتنياهو؟ نعم، أول شيء يجب أن نحذر بأن النتائج ليست نهائية، وهناك تقريبا 10% من الأصوات التي لم يتم فرزها حتى الآن. نعم، وذلك بسبب النظام الفرز وإلى آخره، مش مهم حاليا. ولكن ما هو مهم أنه نتنياهو قريب جدا من الحصول على أغلبية 61 عضو كنيست، وبنفس الوقت هو بعيد جدا عنها. فكل ما نتحدث عنه اليوم هو فقط تكهنات
وننتظر الجواب النهائي لهذا الموضوع، ولكن أعتقد أن نتنياهو وصل إلى طريق مسدود. أصلا استطاع في الانتخابات السابقة أن يتملص من هذا الطريق المسدود عن طريق إغراءات لحزب أبيض أزرق برئاسة بيني جانتس، ولكن بيني جانتس اليوم ليس مرشح مرة ثانية لمثل للانضمام إلى حكومة نتنياهو، لأن الكل بات يفهم أنه لا أي ليس هناك أي مستقبل للشراكة مع بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو دائما يعانق شركائه وبعدين يرميهم ما عدا الحريديم، وإذا كانت هناك إمكانية أن يرمي الحريديم كمان راح يعملها لصالح مصالحه السياسية أو الشخصية. يعني يتحالف مع الحريديم؟ قد يتحالف معهم. كم مقعد فازوا بكم مقعد حتى الآن وفق النتائج الأولية؟ تقريبا 16 مقعد للحريديم. وهذا يعني هذا طبعا رقم يكفيه لتشكيل حكومة. الغربيين نعم هم مع نتنياهو في تحالف معنيين بإقامة نتنياهو بتشكيل حكومة برئاسة نتنياهو، لأنهم يعرفون جيدا أن نتنياهو في هذه الحالة قابل للابتزاز السياسي من قبله، فهم يفضلون نتنياهو ضعيف بتحالف قوي معهم ألا أي إمكانية أخرى. ولا نرى حاليا مثل ما كان بالسابق، بسبب الحريديم ما كانوش مع هذا الطرف أو ذاك، هم أصلا معاديين للصهيونية للحركة القومية للشعب اليهودي، هم ما يهمهم هو فقط الديانة اليهودية والشريعة اليهودية وليس القومية، ولهذا السبب هم كانوا نفس البعد من اليمين أو من اليسار، هم دائما كانوا يهتمون بالموارد العامة والحفاظ على مكانة الديانة والدين بدولة. واليوم الأمر يختلف كليا، هم في اليمين إلى جانب نتنياهو على الأقل طالما هو موجود في السورة. هم شريك محبذ لنتنياهو في بمثل هذه النتائج وهذه الظروف؟ أكيد. نتنياهو من جانبه يريدهم. لماذا؟ لأنه يعرف أنه الثمن هو فقط موارد وبعض النقاط التي تحافظ على ستاتوس كو وضع القائم بكل ما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة، وعدم إدخال إصلاحات مدنية علمانية إلى دولة. هذا بالنسبة بفرقش بالنسبة له، لأنه هذا كل هاي الشغلات لا تهمه، هو فقط يهتم بمصالحه الخاصة به، ليس هناك أي أيديولوجية لدى بنيامين نتنياهو، ولهذا السبب هم يعني بالنسبة له أحسن تحالف ممكن. سيد شلومو غنور ضيفي من القدس، أنتقل إليك من وأرحب بك معنا من جديد. من وجهة نظرك، ما الخيارات اليوم المطروحة وفق التحليلات وفق الاستطلاعات للمجموعة التي سيتحالف معها نتنياهو من أجل تشكيل حكومة؟ من الأقرب اليوم وفق عدد المقاعد ووفق التوجهات السياسية للتحالف مع نتنياهو؟ أعتقد بأن نتنياهو الملقب بالساحر السياسي يواجه اليوم في ضوء النتائج شبه النهائية أكبر مشكلة يواجهها منذ قيادته لحزب الليكود، وأعتقد بأن هذه المرة هي مرة صعبة. أمامه عدة ربما محاولات للخروج من هذا المأزق، أم عن طريق إقامة ائتلاف ضيق يعتمد من الخارج على القائمة العربية المنشقة بزعامة منصور عباس، وهذه إمكانية أولى. إمكانية ثانية، حكومة ضيقة أيضا ترتكز على منشقون من أحزاب الوسط واليسار، أي من المعارضة حاليا، أن ينضموا إليه. ثالثا، ربما التسليم بترك الحلبة السياسية، ولكن أعتقد بأن هذا ليس من خياراته المفضلة. لذلك الطريق هو مسدود في هذه اللحظة، وسيفضل اللجوء إلى جولة خامسة من الانتخابات. لماذا اللجوء إلى الخيار الثاني وهو جولة؟ لكسب مزيد من الوقت كرئيس حكومة يعني بفترة بين الانتخابات الرابعة والخامسة إضافة للخامسة؟
أم ماذا؟ لا، بموجب القانون في حال التعثر وانتهاء المدة القانونية المخولة للمكلف بتشكيل الحكومة بالوصول إلى نتيجة، فالكنيسة تعتبر منحلة بحد ذاتها، والانتخابات تتم تلقائيا بعد 3 أشهر. هذه كانت نتيجة المساعي للانتخابات في الجولة الأخيرة، من بدعتنا إلى انتخابات الجولة الرابعة. وأعتقد بأنه في حال تعثر المساعي لتشكيل حكومة أو نوع من الائتلاف سواء ضيق أو واسع، ستلجأ الحلبة السياسية ككل إلى جولة خامسة من الانتخابات. طيب، أرجو منك البقاء معنا أيضا سيد شلوم، أعود إليك بعد قليل. أنتقل إلى رام الله وضيفي من هناك الأستاذ أنس عرقوب الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي. مرحبا بك معنا أستاذ أنس، معنا عبر الهاتف. طبعا، ما الذي يجعل القائمة العربية الموحدة مرشحة لتكون حليفة الليكود الفائز بعدد الأكبر من المقاعد في الكنيسة من أجل تشكيل حكومة؟ لماذا اليوم يسلط الضوء على هذه القائمة التي للمرة الأولى هي تحقق اختراق وتصل إلى هذا العدد من المقاعد في الكنيسة؟ القائمة الموحدة بقيادة منصور هي ذراع سياسية للحركة الإسلامية، وهي جهة منظمة جدا، يعني تمتلك تنظيم بخلاف الجهات الأخرى التي بقيت في القائمة المشتركة. هي شخصت أن الجمهور العربي داخل إسرائيل والفلسطيني يريد ممارسة التأثير، ممارسة التأثير على السياسات الحكومية المتعلقة بالحياة اليومية للمواطن داخل الخط الأخضر، لابد أن تكون من داخل الحكومة. هناك جمهور كبير اتسع نطاقه، لم تعد تقنعه الشعارات التي يرددها ممثلي القائمة المشتركة. كما نتذكر في المرة السابقة كانوا 15 مقعد لم يحققوا شيئا، كانوا يصعدوا على منابر الكنيسة لترديد شعارات جوفاء وأبيات من الشعر ليس مكانها الحياة السياسية. يعني هناك حالة يعني من الغضب سادت في أوساط الجمهور العربي الفلسطيني في الداخل من ممثليهم. أيضا هناك المسألة الدينية والعقائدية والأخلاقية، هذه عندما دخلوا في المشتركة كان هناك أيمن عودي والجبهة الديمقراطية، هم ذراع سياسية للحزب الشيوعي الإسرائيلي بين قوسين، الصهيوني ومنصور يمثل الحركة الإسلامية، وهذين خصمين يعني يكرهان بعضهما، اضطرا في لحظة إلى زواج متعة سياسي، ولكن التناقض برز. الجبهة يعني في عدة مناسبات أعلنت عن دعمها للمثليين جنسيا ولقوانين تبرر الزواج المدني، وهذه أمور حساسة تتناقض مع الجمهور العربي الفلسطيني المحافظ أصلا، سواء كان بشقه الإسلامي أو المسيحي. وكذلك أيضا الأمر بالنسبة لليمين المتدين اليهودي، ولليمين المتدين اليهودي، وحتى الجمهور في إسرائيل حتى اللحظة القوانين الإسرائيلية لا تشرع الزواج المدني. كل هذه الأمور أدت إلى أن قطاع واسع من الجمهور العربي الفلسطيني داخل الخط الأخضر يعني عاقب تلك المكونات التي دعت إلى مثل هذه الملفات. أيضا الجمهور العربي داخل الخط الأخضر يبدو أنه اقتنع بما ينادي به منصور، أنه يريد الالتفات إلى نفسه وتعزيز من مكانته وحمايات مكتسباته وتحقيق ما يعني والبحث عن سياسات إسرائيلية تخدم الجمهور العربي بخلاف أعضاء الكنيسة الآخرين الذين يعني ينادون ويركزون على ملفات أخرى ليست لها علاقة
مفهوم. الأمور الحياتية طيب واليومية. طيب يا أستاذ أنس، بلغة الأرقام يعني وفق النتائج الأولية الشبه نهائية، الليكود عنده 52 مقعد، القائمة الموحدة عندها 5 مقاعد، يعني 57 مقعد. هذا التحالف إن حصل وفق بعض المحللين لا يكفي لتشكيل حكومة، صحيح؟ نتنياهو ربما يحدث يعني هناك تسوية ما مع القائمة الموحدة بتأمين شبكة يعني شبكة أمان، وأيضا ربما يقنع آخرين بالانضمام إليه كما أسلف ضيوفك بالانشقاق. نحن نتذكر أن غانتس كان يعني طرح نفسه بديلا في الانتخابات السابقة، ونجح نتنياهو بإغوائه وتثبيت قائمته ويعني واقتاده إلى هذه النهاية البائسة. طيب أرجو منك البقاء معنا أيضا أستاذ أنس، أنتقل إلى ضيفي من إسطنبول أستاذ عمر كوش المحلل السياسي، ورحب بك معنا من جديد أستاذ عمر. فيما يتعلق بالشق السوري والملف السوري، هناك من يقول أن وصول نتنياهو وفوزه برئاسة حكومة مقبلة هذا يعني ضمانة لبشار الأسد ولنظام الأسد، لأن مواقفه من هذا النظام من نظام الأسد ككل حافظ وبشار واضح ومعلوم للجميع. إلى أي درجة تؤيد حضرتك مثل هكذا آراء؟ طبعا هي آراء حتى بالشارع الإسرائيلي ليس فقط العربي. يعني هذا القول فيه الكثير من الوجهة الحقيقة، باعتبار أن يعني إسرائيل بشكل عام ليس نتنياهو فقط تعتبر النظام السوري نظام الأسد بنسختيه الأب والابن أكبر حامي وأفضل حامي للحدود الإسرائيلية، وليس فقط حامي حدود إنما قدم خدمات كثيرة لنتنياهو يعني بوساطة روسية أو بتفاهمات وصفقات روسية إسرائيلية، يعني بوتين ونتنياهو بشار الأسد، بدءا من تسليم الدبابة التي طبعا أسرها الجيش السوري في 82 إلى نبش القبور وتسليم رفات المجند زخاريا بوباومل، وأيضا البحث عن جثة الجاسوس الإسرائيلي إلي كوهين وحتى تسليم ساعته. وبالتالي وإسرائيل يعني كان نتنياهو معروف يعني بان فترة أوباما يتدخل لدى الإدارة الأمريكية كي لا توجه أي ضربة عسكرية لهذا النظام، ويعني يعتبر أن هذا النظام بالنسبة لإسرائيل طبعا هو مخلص ووفي وقادر على أن يحفظ أمن إسرائيل، لذلك لم يكن عبثا عندما ربط رموز النظام في بداية الثورة السورية ما بين أمن إسرائيل وبقاء النظام السوري. هذا كل هذه المعطيات هي تصريحات رامي مخلوف على ما أظن، صح أستاذ عمر؟ صحيح، نعم نعم، قبل أن يعني يحل به ما حل يعني عندما كان جابي أموال آل الأسد. وبالتالي الحقيقة يعني النظام السوري يدفع باتجاه فوز نتنياهو ويصر أن فاز مجددا بالانتخابات، لكن حتى لو لم يفز نتنياهو أي حكومة إسرائيلية مقبلة ستتعامل مع هذا النظام نظام الأسد على أنه يعني حامي. بس في فرق بالتعامل، يعني بينما تعامل على مستوى استخباراتي من تحت الطاولة، بينما دعم علني وضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وحماية وما إلى ذلك، يعني في فرق يعني هناك يعني من يرى في فرق بين نتنياهو وبين أي شخص آخر، نتنياهو بالذات يدعم بشار الأسد، ما رأيك؟ نعم بالتأكيد، يعني على الأقل نتنياهو مجرب بالنسبة للنظام، لكن من سيكون رئيس الحكومة المقبلة غير نتنياهو إذا كان غير نتنياهو طبعا الأمر يعتمد على النتائج النهائية، أيضا لن يتخلى عن الخطوط الرئيسية في التعامل مع نظام الأسد. يعني طالما أن النظام يقدم خدمات لإسرائيل وأثبت ذلك، ربما يعقد معه أيضا صفقات برعاية روسية أو أمريكية أو رعاية أي يعني وسيط آخر، وبالتالي وصولا طبعا إلى حتى الجولان التي ضمت إسرائيل إليها، يعني لم يطالب بها نظام الأسد إلا إعلاميا ولم يقم بأي خطوة حتى على مستوى القانوني والحقوقي للدفاع عن الجولان السوري المحتل. طيب سيدي أبشتيرن، إليك من جديد، هل يفعلها نتنياهو ويتحالف مع إسلاميين في هذه المرحلة اليوم من أجل تشكيل حكومة، أم أنك تتفق مع ما قاله سيد شالوم غنور قبل قليل قد تتجه الأمور إلى انتخابات خامسة؟ أول إشي أنا أوافق ما قاله الأستاذ الإعلامي المخضرم شلومو غنور، وأعتقد أنه إحنا ذاهبون إلى
حاليا كما يبدو إلى جولة انتخابات إضافية. أعتقد أنه لا يمكن لنتنياهو أن يجلس إلى جانب الإسلاميين والحركة الإسلامية في نفس الائتلاف، أو حتى لو كانوا هم يدعمونه خارج الائتلاف. المشكلة ليس بنتنياهو ومواقفه، بالنسبة لنتنياهو ليس هناك أي حدود. هو من جهة يؤيد تشكيل تحالف سياسي يتكون من أقصى اليمين العنصري شبه الفاشي الاستيطاني، ما يسمى اليوم بقائمة الصهيونية المتدينة، ومن جهة ثانية يرازل العرب ويقول لهم فقط أنا أبو يائير من أحميكم، وأنا سأعين وزير عربي، وهناك مرشح في قائمة الليكود التي ذكره بالاسم يعني كمرشح لمنصب وزير إذا شكل حكومة جديدة. فهي من عجائب السياسة الإسرائيلية بفترة نتنياهو، ليس هناك أي أيديولوجية وراء هذا الموضوع. طيب أنا في معادلة ما عم بفهمها، حضرتك والسيد جانور تتوقعون الذهاب إلى الانتخابات، إلى جولة خامسة من الانتخابات النيابية، وبذات الوقت هناك فرص لنتنياهو، تحالفات كثيرة وموجودة، ويمكنه إن حصل هذا التحالف مع أي من هذه المجموعات أن يشكل حكومة ويمضي قدما. لا، هو لا يستطيع أن يشكل حكومة لأن خلفائه في الصهيونية المتدينة وبنت يرفضون الجلوس إلى جانب الحركة الإسلامية. هذا لا يمكن لهم. بالنسبة لإله فيش مشكلة، بس بالنسبة لإلهم في مشكلة، هناك مشكلة. تمام، ليس هذه هناك أغلبية. نعم. طيب خليني أسألك أيضا بالملف السوري. أستاذ عمر كوش قبل قليل قال لك أنه أي أحد من سيكون برئاسة الوزراء، رئاسة الحكومة الإسرائيلية، سواء نتنياهو أو غيره، المواقف الإسرائيلية من نظام بشار الأسد لن تتغير، وهناك من يرى العكس أن نتنياهو داعم لبشار الأسد، يعني نتنياهو يختلف عن غيره في حال كان غيره مرشحا. ما رأيك؟ باختصار أقول لك أنه نتنياهو حذر جدا في كل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية أو المواجهات العسكرية مع جيرانه. وبالنسبة لهذا النقطة الأولى، يعني هو حذر جدا، وبهذا المعنى هو يفضل بقاء بشار الأسد في الحكم. وهذا يعني هذا ملاحظة رقم واحد. ملاحظة رقم اثنين، أنا أريد أن أقول أنه نظام الأسد، نظام حافظ الأسد ونظام بشار الأسد أو نظام الأسد ككل مريح جدا لإسرائيل. نظام حافظ الأسد كان أحسن. لماذا؟ لأنه زي ما قال أعتقد جنبلاط، الأسد هو أسد في لبنان وأرنب في الجولان، بمعنى هضبة الجولان كانت هادية مدة 40 سنة، ولم يتكن يكن هناك وجود إيراني على الأراضي السورية ولا وجود سوري روسي، وكل شيء كان مريح بالنسبة لإسرائيل، بينما كان هناك تهديد من الجيش السوري القوي على إسرائيل. يعني إسرائيل كانت مهتمة بما يحدث في سوريا. اليوم نظام بشار الأسد غير، هو فتح الحدود لوجود إيراني ووجود حزب الله في هضبة الجولان وفي العمق السوري، وإسرائيل لا تقبل ذلك. يعني إسرائيل لا تستطيع أن تقبل ذلك، وهي ولكنها تفضل وقاء بشار الأسد على أي خيار آخر. هي لا، يعني هي بتفضل الوضع القائم على فوضى مثلا. هي لا تعرف، إسرائيل لا تعرف ماذا يمكن للثورة السورية أو للمعارضة السورية أن تقوم به. يعني ربما هذا هو الوضع القائم أحسن من مثلا أنه يصير ما صار في بس العراق. بس هذه وجهة نظر، وجهة نظر خاصة بنتنياهو أم لا أعتقد، لا أعتقد أنه خاصة فقط بنتنياهو. أعتقد أنها موقف عام إسرائيلي ككل، ولا أرى أن هناك فرق حقيقي بين نتنياهو والآخرين في هذا الخصوص. نتنياهو كان موجود طول هذه الفترة، يعني فترة طويلة جدا في الحكم، فكل شيء يعود إليه، وهذا بالفعل يميزه أو جزء من سياساته وكيفية رؤيته للمنطقة ككل. هو لا يريد التهديد الخارجي بالمرة، ولا يريد أي تصعيد خارجي في بالمرة، فهو يفضل البقاء في على الوضع زي ما هو. وبهذه الحالة شر الأسد، وجود واستمرار نظام الأسد مريح وأريح له من أي بدائل أخرى. سيد شلومو جانور، بذات النقطة وذات السؤال لحضرتك، هل من المعقول أيضا أنه إسرائيل غير متحضرة للتغيير اللي قادم لا محالة، لا أحد يعرف
متى وكيف، ولكن التغيير قادم، يعني بدأ هو منذ اللحظة الأولى في 2011 خروج المظاهرات على نظام قبعي جدا وشرس. هل من المعقول أن إسرائيل ليس لديها خطط للتعاطي والتعامل مع أي تغيير مع الجارة سوريا؟ وهل توافق من يقول أن نتنياهو اليوم بالعكس يدعم بشار الأسد وأن وجوده في السلطة يعطي أملا جديدا لبشار الأسد بالبقاء؟ مع كل الاحترام للمتحدثين، إقحام الموضوع الانتخابات الإسرائيلية خاصة اليوم مع الموضوع السوري الكئيب أعتقد أنه من باب الخطأ مع كل الاحترام، لأن السياسة أو النظرة الإسرائيلية العامة سواء في إبان حكم الليكود بزعامة نتنياهو أو إبان حكم أحزاب العمل وأحزاب أخرى تجاه سوريا هي المصلحة الأمنية الإسرائيلية. اليوم بعد 10 سنوات من الحرب الأهلية في والأحداث في سوريا الذي يؤسف عليها، أعتقد أن الموقف الإسرائيلي الراسخ هو عدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية. كل ما يعني إسرائيل هو ضمان أمنها بالدرجة الأولى. ما شاهدناه خلال 10 سنوات الأخيرة هو التمدد الإيراني في داخل سوريا مع جميع سلبياته سواء بس يا سيد جنور لساسة مواقفهم، يعني حتى عندما تسأل في الأوساط الإيرانية عن الرئيس القادم بايدن كانوا يفضلون بايدن بكل تأكيد، وهذا ما أسأل عنه. سأصل إلى هذه النقطة. التمدد الإيراني بسلبياته داخل سوريا لم يعد فقط بصورة سلبية على الشعب السوري بل أيضا على جيران سوريا بما فيها إسرائيل. من هنا وجهة النظر الأمنية الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه ما يدور في سوريا. إسرائيل لم تتدخل في شؤون سوريا بل وكل ما نشهده وأعلانها عن مسؤولياتها بملاحقتها للتواجد السوري سواء بالعمليات العسكرية المعلنة وغير المعلنة. التواجد الإيراني تقصد هو من نقطة معاملة أمنية فقط إلى غير. بالنسبة لبقاء أسد أم لا، هذا هو شأن سوري الداخلي، إسرائيل لم ولن تنوي التدخل فيه. من يجب أن يقرر مصير سوريا هو الشعب السوري سواء داخل الأراضي السورية وخارج الأراضي السورية. إسرائيل ليس لها أي شأن وأي موقف في هذا الموضوع. سيد جنور تتحدث وكأنك ناطق باسم الحكومة الإسرائيلية، يعني أريد رأيك الشخصي. آسف إنني أجمع جميع المواقف الإسرائيلية سواء الرسمية والشعبية وأيضا النظرة الأمنية غير الحزبية القائمة والمسيطرة على الرأي العام الحكومي والشعبي في إسرائيل. هذه هي النظرة. طيب أستاذ أنس عرقوب الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي ضيفي من رام الله، أعود إليك من جديد عبر الهاتف طبعا معنا. بدي أسأل أيضا بالشق السوري، إلى أي درجة اليوم مهم بالنسبة للساسة الإسرائيلية نتنياهو أو غيره؟ فيما يتعلق بالاستراتيجية الإسرائيلية فيما يتعلق بالملف السوري هي واضحة قبل نتنياهو وبعد نتنياهو، وضبط إيقاع النظام السوري أمر يعني لا. سؤالي مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي حصلت، الوجود الإيراني الكثيف، حزب الله وهذه الميليشيات الشيعية التي تقول إسرائيل علنية إنها تهدد أمنها وتشكل خطر عليها. هذا صحيح. من صاغ هذه الاستراتيجية هو المؤسسة الأمنية والاستخبارية في إسرائيل. في بداية الأزمة السورية والثورة السورية إسرائيل لم تعلن ولم يتم الإشارة إليها يعني بتدخل بالقصف الناري والجوي ضد الميليشيات الإيرانية، عندما كانت هذه الميليشيات تحاصر حلب وتخوض معارك وتقتل مدنيين وتستخدم
والاستراتيجيه الاسرائيليه تقوم على السماح كانت في بدايه ازمه يعني التغاضي عن الوجود الايراني وضبط ايقاعه بمستوى سلاح محدد ليس طويل المدى ولا صواريخ تهدد المستوطنات الاسرائيليه في الجولان. بعد ان استقر انجزت الميليشيات الايرانيه يعني المهام التي جلبت من اجلها الى سوريا بدات اسرائيل تتحدث عن ذلك، وتزامن ذلك ايضا مع بدايه استغلال حزب الله لهذه الازمه بادخال صواريخ قد تشكل يعني تهديدا للمستوطنات الاسرائيليه. الان استيقظت اسرائيل وبدات تعالج هذا الامر بغارات مكثفه، ولكن في الماضي لم يصل الانتعاض الاسرائيلي حد التدخل بالنيران، ويبدو ان الاسد يعني ما زال مفضلا لهم. بشار استاذ انس، بشار اسد، هل ما زال مفضلا للاسرائيليين؟ طبعا يعني اسرائيل دائما وعلى اكثر على لسان اكثر من ضابط اسرائيلي في الجيش الاسرائيلي، اسرائيل تريد عنوان وتريد من يزودها بالبضاعه كما يقولون في اسرائيل. الاسد يعني ان ضرب يمتثل ويستجيب لاي ضغط سواء بالنيران او ضغط اخر، وايضا حلفاء الاسد يفضلون الدور، وهم يعني يفضلون الاسد عن حاله الفقر أو عن احتمال غير واضح المعالم. إسرائيل تدرك الوجود في انتخابات واختيار السوري حاكمه بطريقة ديمقراطية حقيقية، فإنه سيطالب بأرضه بالجولان التي يعني يجمع السوريون على أنها أرض طيب. محتلة يجب استعادتها ولو بثمن الدخول في حرب مع إسرائيل. باختصار توافق ضيوفي على أن الأمور موضوع تشكيل الحكومة والانتخابات الإسرائيلية تتجه إلى جولة خامسة؟ يعني احتمال اللجوء إلى انتخابات خامسة ليس مستبعدا، الأمر يعني يتعقى يعني آخذ بالتعقيد، وقد تحمل الساعات المقبلة في مراكز فرز الأصوات مفاجآت إضافية، ولكن حتى الآن الأمر معقد كثيرا. صحيح أن نتنياهو حصل على أكبر كم من قاعد، ولكن المهمة يعني شبه مستحيلة، وقد يكون اللجوء لانتخابات إضافية أمر يعني راجح. طيب أستاذ عمر كوش، أختتم معك بالدقائق الأخيرة اليوم. الملف السوري بالعموم يعني هناك من يرى، رح أقول لك إياها بوجهة النظر وأخذ رأيك فيها، هناك من يرى فعلا أنه نتنياهو أو إسرائيل ستكون بوابة نظام بشار الأسد للعودة إلى الجامعة العربية، طبعا بوساطات روسية مما لا شك فيه، مقابل تطبيع وتوقيع اتفاق سلام. وتعلم أن اليوم إسرائيل وقعت مع 4-5 دول عربية، وهناك دول قادمة يتم الحديث عن 4 أخريات. تتوافق أو توافق على وجهة النظر هذه؟ وهل الأمر متعلق بنتنياهو أم السياسة الإسرائيلية بالعموم؟ يعني هذا المسعى الحقيقة لتلميع النظام وإعادته إلى ما يسمى حضن العربي أو الجامعة العربية وإعادة عضوية له، هذا مسعى روسي يعني، وهناك محاولات عديدة قامت بها روسيا. وأخيرة الجولة الأخيرة لسيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي إلى دول الخليج أكد ذلك، لكن حتى دول الخليج اشتكت من قضية الموقف الأمريكي وخاصة قانون قيصر. وبالتالي الموقف الأمريكي والأوروبي الذي تجسد مؤخرا ب طبعا البيان المشترك لخمس وزراء خارجية، أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، وبالتالي يجسد أنه أي خطوة لإعادة النظام ولمساعدة النظام وتخليصه من الذائقة والتدهور المريع للوضع الاقتصادي في
داخل مناطق النظام يصطدم بالموقف الأمريكي تحديدا والأوروبي ثانيا. بس من هنا يرى البعض أن أن خيار أو بوابة إسرائيل اليوم يأتي دورها بحكم العلاقات بين الكيان الصهيوني والحكومات الأمريكية وقوة الضغط اللوبي اليهودي والصهيوني في واشنطن والولايات المتحدة عموما. يعني هذا خيار تلجأ إليه روسيا، وحاولت يعني عبر العديد من الاجتماعات لا نعلم عددها يعني في حميميم وقبرص وغيرها أن تكون هناك مثل عملية جست نبض لمعرفة شروط إسرائيل والنظام للتطبيع مع النظام السوري، وبالتالي ماذا يمكن أن تقدمه إسرائيل لهكذا نظام، وبالمقابل ماذا سيقدم النظام. يعني هذا يحتاج أيضا إلى تفاهمات أوسع من ما بين الأسد ونتنياهو أو أي رئيس وزراء إسرائيلي مقبل. وأيضا الطرف الروسي يجب إشراك الأوروبيين والأمريكان تحديدا، لكن هل بالفعل هكذا صفقة يمكن أن تتم؟ هذا يعني يتطلب الحقيقة حيثيات معينة لدى الإدارة الأمريكية، وهل بالفعل يعني ستتخلى عن مواقفها حيال النظام وحتى القول بعدم شرعية انتخابات الأسد المقبلة وتحذير الدول العربية من التطبيع أو إعادته إلى الجامعة العربية. هذا كله الحقيقة خاضع لمواقف ربما تتغير، لكن إلى الآن ليس هناك معطى على هكذا تغيرات، ليس هناك مؤشرات في تغير المواقف لا الأمريكية ولا الأوروبية. على كل الأحوال أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا الأستاذ عمر كوش الكاتب والمحلل السياسي السوري من إسطنبول. شكرا للسيد يوآب شتيرن المحلل السياسي الإسرائيلي من حيفا، وللسيد شلومو غنور الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي من القدس، ولضيفي عبر الهاتف من رام الله الأستاذ أنس عرقوب الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي. كل شكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. أعود ألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة وتفاصيل جديدة. إلى اللقاء.